إذن عودة مشاهدنا الكرام لسانت ميري ستاديوم هنا في مدينة كيتنديا الأوغندية، لحظات قبل ضربة البداية لشوط المباراة الأول، مباراة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة. بينية ممتازة، كرة لسوفيان بن جديدة يغير للحوسي الرحيمي من اليسار، يعدي مونديلا، يعدي مونديلا، ممتازة تمريرة زكريا لبيب التوسيع والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول سوفيان بن جديدة. قلت بدأ يدخل تدريجيا في المباراة بعد صعوبات العشر دقائق الأولى، دقيقة 17 الرشا هجمة مركزة انطلقت من اليسار من الحوسي الرحيمي زكريا لبيب في العرضية، وسوفيان بن جديدة يرويها في شباك ألفريد مونتكيريزا، 1-0 للرجاء. الحوسي الرحيمي طلب الكرة في التوقيت المناسب، وصول زكريا لبيب، الكرة انطلقت من الصبار، هجمة مركزة للرجاء تنتهي بهدف الأسبقية عن طريق سوفيان بن جديدة، 1-0 سوفيان بن جديدة. خطيئة تمريرة يا أخو أبو بكر لوال لأوسومبا مع جينيور سينتامو، تمشي كرة لجينيور من هناك عيسى موبيرو، هدف التعاد، هدف التعاد لفايبرز مع نهاية الوقت الأصلي والبديل. قلت هذه اللحظات من المفروض يكون فيها التركيز